بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا المهرجان قدمت فيه اليوم لوحات جميلة جدا في الإنشاد، وأعتقد هذا المهرجان أصبح له صيت كبير في البحرين وبين الفرق الإنشادية التي تسعى دائما أن تشارك فيه وتقدم الأفضل باسم غريب يطوس الإمام الرضا سلام الله عليه. أعتقد كل سنة يتطور المهرجان أفضل من السنة السابقة، وإن شاء الله في السنوات القادمة يصبح المهرجان على أفضل مستوى وأعلى مستوى، وتتوفر صوتيات أكثر تميزا من هذا العام إن شاء الله، لتظهر الأناشيد على أكمل وجه.